الحومة القديمة حومة الرجال والنساء الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس المنحوم. ونعمتم صباحا أعزائي المستمعين في لقاء إذاعي جديد من خلال برنامجكم برنامج ذاكرة الحومات القديمة بمدينة مراكش، برنامج الحومة القديمة. اليوم كما تم الإعلان عنه قبل قليل من خلال برنامج روائع عالمية، كانت توقفوا اليوم عند ذاكرة بعض الزوايا أو الزوايا ذات المشرب التيجاني بمدينة مراكش، وهي تتمة لبعض ما جاء في حديثنا في حومة بريمة، خصوصا في حديثنا حول الزاوية التيجانية المتواجدة بحومة بريمة. سعيد باستضافة الإخوة الأعزاء سي عبد الله النظيفيين والدكتور أصبان أنور. لكن قبل ما نعرفكم أعزائي المستمعين بضيفي الكريمين، نشد بيدي بحرارة جدا على المجهود الكبير اللي تيقوم به دائما وأبدا سي العلوي الفهمي مولاي المهدي، اللي تيمكن السادة المتتبعين للبرنامج على الشبكة العنكبوتية من الوقوف على تسجيل البرنامج وإضافة صور وإضافة مقاطع فيديو كتتعلق بكل حومة على حدة. فالشكر الجزيل لك سي العلوي ابن المدينة الحمراء. لأول مرة كيحضر معنا الأخ الصديق سي أصبان أنور. سي أصبان أنور من الأسماء اللي يسر لي التواصل معهم مقدم الزاوية التيجانية ببريمة الأستاذ الجليس عبد الله النظيفيين. لتذكير سي أصبان أنور من مواليد المدينة الحمراء، حاصل على شهادة الدكتوراه في سنة 2013 في التاريخ بميزة مشرف جدا جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، بعد المناقشة ديالو الأطروحة في التاريخ بعنوان رسائل أبي عبد الله محمد أكنسوس، اللي قام من خلال هذا العمل بجمع ودراسة. ثم في 2007 تخرج من المركز التربوي الجهوي بمدينة القناطرة، 2005 دبلوم دراسات العليا المعمقة في التاريخ بميزة مستحسن دائما من نفس الجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، 2003 الحصول على الإجازة في التاريخ بميزة مستحسن جامعة القضاء عياد بمدينة مراكش، وكذلك 2001 دبلوم الدراسات الجامعية العامة في التاريخ والجغرافيا من جامعة القضاء عياد. سي أنور أصبان كيحضر معنا اليوم كأحد يعني الطلبة الباحثين اللي كان عنده شغف كبير، واللي لم مجموعة من المعطيات وجمع مجموعة من المعطيات خاصة بالزاوية التيجانية بمراكش، وتوقف عند الزاوية ديال المواسين الزاوية للأم. الرجل أثبت رشاحة علمه وأثبت دوره الكبير في هذا الميدان. لا ننسى بأن الشيخ نظيفي ليس عالما وشيخا فقط، بل يعتبر مربيا قدوة في السلوك، وبالتالي فزاويته عنوان لها الأخرى. هذه الزاوية التي نجد فيها اليوم، بالإضافة إلى كونها ملحقة بجامع بناه الشيخ يذكر فيه اسم الله وتقام فيه صلاته صلاة الخمس، كان أيضا ميدانا ولا زال ميدانا لإلقاء الدروس في الفقه، في السيرة، في الأصول، في الحديث، في التربية ككل، ويقرأ فيه القرآن هذا المسجد يوميا بعد صلاة العصر. إذن مؤسسة دينية لأداء الفرائض الدينية ولتلقي العلوم الدينية وللإيواء إيواء الفقراء وإطعامهم أيضا. المناسبة عديدة، يطعم العابرون الفقراء، فبالتالي المؤسسة الصوفية المغربية هي أداة للسلوك التربوي الصوفي، أداة للتعليم الثقافي واللغوي، أداة للتربية السلوكية، ونعم المؤسسة كما قلت التي لا زال تلعبها الدور وتحصننا تجاه كل من يريد اجتتات جذورنا قبلا و وبينهم
سي عبد الله النظيفي اللي شرفنا بالحضور في بعض حلقات حومة بالريمة، لا بأس من تذكير بأنه الأستاذ الجليل عنده مشارب من المنظومة التربوية التعليمية كأستاذ الاجتماعيات بالثانوية الجديدة بإن زكان، ثم بيوس بن تشافين بمدينة مراكش، وابن البناء، وأخيرا بيعقوب المنصور، وحيث هناك انهى المشوار ديالو المهني سنة 2012. سي عبد الله النظيفيين من المقدمين الناشطين ومن الناس اللي الحومه ديال بالريمه تتكن لهم المحبه والتقدير الكبير لكل ما يقوم به على المستوى الروحي الديني وكذلك على المستوى الاجتماعي بهذا الزاويه. الاخوه الاعزاء اهلا وسهلا بكم، شكرا على تلبيتكم لدعوه البرنامج. نبداو مع الشيخ سيدي عبد الله النظيفيين، كل ما في حق البحث اللي قام به سي انور صبان، خصوصا انتم من الناس اللي تلقى منكم سند والعون وفي تقديم مجموعه من المعطيات التاريخيه الخاصه بالزوايا التجانيه بمدينه مراكش. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله. صلى الله عليه وسلم. الشكر موصول لسيدي انس على هذا البرنامج الوثائقي الذي يمكن أن يرجع إليه كل من يبحث عن معلومة تهم مدينة مراكش، والشكر الجزيل للطاقم الفني ولسيدي العلوي فهمي وكل من ساهم في هذا العمل. بالنسبة لسي أصبان، هو يعني قام ببحث جيد وممتاز وسيرى النور إن شاء الله، ويعني اعتمد بزاف على يعني الروايات الشفوية حول مجموعة ديال الزوايا، وكنت من المزودين ديالو في هذا البحث اللي هو قام به، كذلك سيدي يوسف، وكذلك سيدي المهدي الكسوسي، وكذلك مقدم الزاوية التجانية ديال المواسين سيدي محمد، وكذلك مجموعة من يعني المقدمين الذين زودوه بمجموعة من المعطيات، ونشكر له هذا العمل لأنه أبرز جانبا كاد أن يندثر من ذاكرة مراكش اللي هو هذا الكرونولوجيا بعد اولا ديال الزوايا والبحث فيها ويعني التوثيق ديالها، وله الشكر الجزيل. سي انور مرحبا بك على اثير اذاعه مراكش، وبطبيعه الحال باش نبقاو اوفياء يعني الفكره العامه للبرنامج، يعني يا ريت اننا نبقاو فيما يربط الزوايا بحوماتها او الحومات اللي استضفت هذه الزوايا. كلما في حق الزوايا التجانيه بصفه عامه قبل ما ندخلوا للشق الكرونولوجي بدءا بالزاويه الام ديال المواسين ثم انطلاقا لباقي الزوايا. مرحبا سي انور. يعني اولا اود ان اشكر مرحبا سي انس الملحوني على تشريفي حقا الحضور في هذا البرنامج هذا اللي يمكن ان نعتبره حقيقه كنز، يعني كنز غالي فيما يخص التراث المراكشي، وبالتالي فإنه يعني يعتبر مادة ثمينة لكل باحث في التراث وكل باحث في التاريخ. فهنيئا لنا بهذا البرنامج، وهنيئا لسي أناس على هذا الإنجاز حقا اللي ما سهلش. الله يبارك فيك. اللي باش نديروا هذا التوثيق هذا شيء عظيم، إذا مدة هو كيشتغل على هذا الهدف، فهنيئا لك. الله يبارك فيك. الزاوية التجانية. نعم، إلا بينا نتكلموا على الزاوية التجانية في حقها، يعني الزاوية التجانية
طريقة تيجانية يعني بحكم أنها طريقة سنية، طريقة علماء عرفت واحد الانتشار في المغرب. نعم. وكذلك في مدينة مراكش بواحد الشكل كبير جدا. نعم. حيث أن بعض الباحثين تقول يعني بأن وصلت أكثر من 12 زاوية، صحيح أنها لم تعد الآن هذه 12 زاوية كاملة، ولكن يعني الزوايا الكبرى باقي محتفظة على النشاط ديالها. إذن هذه الزوايا في حقيقة كان عندها واحد الدور كبير جدا في الجانب الروحي والجانب العلمي لمدينة مراكش. نعم نعم. يعني بطبيعة الحال إذا ممكن نتوقفوا معك عند الإرهاصات اللي أو الأسباب أو المسوغات اللي تخلي الفقيه كنسوس يجي يعني ويأخذ البقعة من المواسين، فتنتحدثوا على الزاوية الأم، الزاوية ديال المواسين، الأجواء ديال تأسيس ديالها والاختيار ديال هاد الحومة. يعني قبل ما نتحدث على هذا اللي اسمح لي سي أنس، نتحدث أولا على وصول سي محمد كنسوس الفقيه إلى مدينة مراكش. يعني هو كان أصلا بإعاز من شيوخه. نعم. إذن مدينة مراكش انتشرت في هذه الطريقة يعني، وبالتالي خاص يعني عالم في مستوى الفقيه أنه يشرف على تنظيم هذه الطريقة في مدينة مراكش. نعم. إذن أولا لما أتى إلى مراكش استقر في حي القصور، بما أن الموضوع ديالنا هو الأحياء، إذا استقر في حي القصور. وإلا بغينا نبحثوا على السبب علاش استقر سيد محمد أكنس في حي القصور، هنا خديت رواية شفوية من عند الحاج المهدي الكنسوسي. نعم. يعني تنعرفوا بأن الفقيه محمد أكنسوس هو كان اشتغل في الوزارة. نعم. على عهد السلطان مولاي سليمان، في الأواخر ديال عهد السلطان مولاي سليمان أتى إلى مراكش واستقر بها. بالتالي فمدينة مراكش ليست غريبة على، لكن الاختيار ديال الحومة ديال المواسين. نعم. أول استقرار بدأ هو لأن عندما أتى كانوا يذكرون في جامع بن يوسف. نعم. يعني الدخول ديالو كان في سنة 1248، استمروا مدة كيذكروا فقراء تيجانيين في مسجد بن يوسف، حتى وصل العدد ديالهم ديال حوالي 40 شخص. هنا كان ضروري أنهم يبحثوا على مكان للزاوية. هنا بمساعدة من الأصدقاء ديال الفقيه واللي هما اصلا تيجانيين، مثلا مثل علي بن مسعود اللي هو من الشرفاء، وابراهيم البوكيلي اللي كان محتسب، كذلك مساعدة من الفقراء، غادي يعني يشتريوا واحد البقعة ارضية كانت عبارة عن عرصة تابعة للزاوية الناصرية. اذا هذه كانت هي النواة الاولى والنقطة الاولى. ثم على حسب المواقع، انا اولا تيسرات بفضل علي بن مسعود لان كان ساكن في حي القصور، كذلك ابراهيم البوكيلي في حي القصور، اذا كان المواسين اقرب. نعم. بالنسبه للفقيه كذلك استقر كذلك بحي، يعني السكنه ديالو استقر بحي القصور، فكانت البقعه ديال المواسين اقرب. اذا هنا كانت الانطلاقه الاولى ديال الزاويه. اذا نعم. قبل ما غادي نعاود نرجع عندك السي انوار باش نتوقف معك عند المقدمين اللي دازوا بالزاوية، يعني على حسب التوثيق اللي خديتيه وجمعتيه مشكور. لكن قبل ما نتحدثوا في هذه المسألة هذه، نمشيو يعني نبقاو في القصور وفي المواسين قراب الزاوية النظيفية مع سي عبد الله النظيفيين. هذه الزاوية هذه توقفوا عند الشيخ المؤسس وعند الأدوار والمقدمين اللي جاوا والأدوار الاجتماعية اللي لعبتها الزاوية النظيفية، وأكيد على أنه لديكم معطيات كما تفضلتوا من قبل في حوار في الكواليس ديال البرنامج، مجموعة من المعطيات اللي ما متقاش في المؤلف الشهير السي المختار السوسي رحمه الله. نعم. ولكن غادي نرجعوا للزاوية الكسوسية، نتحدثوا على جانب المديح والسماع إن شاء الله. نعم. المهم الزاوية النظيفية هي الزاوية اللي تتخذ في المرتبة ديال التأسيس ديالها رقم 5. تكلمنا عليه. الفقيه النظيفي قبل ما تأسس الزاوية الكبيرة اللي هي الآن كبيرة، كاينة واحد الزاوية أولى تتسمى الآن دار الزاوية.
نعم في نينوى حومة ها هي متكانت على الزاوية اختي يخرج فيها المحراب، المحراب ديال الزاوية خارج اللي تنقولوا حنا بالدارجة عقمي ديال المدخل ديال ديال هذيك الطاعة. نعم. إذا من بعد ما في القصور في القصور نعم في بعد ما كثروا عدد الموردين اضطر سيدنا النظيفي باش يوسع ويعني يشري مجموعه ديال الدور، راه كاين الوثائق ديالها وكاين المستندات ديالها ديال الشراء، وسع هذيك الزاويه اصبحت زاويه كبيره لانه بلا عنده واحد العدد كبير ديال الموردين اللي تي يعني يجيو ماشي فقط من مراكش ولكن من الافاق. اذا هذه الزاويه اللي تم التاسيس ديالها سنه 1338. إذا سيدنا النظيفي هو الفقيه عن المقدم الأول لهذه الزاوية. من بعده كيجي من بعد الوفاة ديالو كيجي سيدي حماد النظيفي اللي هو الابن ديالو واللي خدا المكان ديالو في التسيير إلى غير ذلك. ثم بعده تيجي سيدي محمد النظيفي اللي هو الآن كاين في الحفيد ديال الفقيه النظيفي، وكاين سيدي مولاي الحسن اللي هو معني موجود أيضا كذلك كمقدم ديال الزاوية. وهذا الزاوية كان عندها واحد الإشعاع مهم وكبير جدا ما يمكنش يعني نتناوله في هذه الحلقة بهذه العجلة، ولكن فقط أننا نذكره بأن الفقيه النظيفي رضي الله تعالى عنه كان يعني ملء الزاوية بكثير من الأنشطة، أنشطة يعني العديدة اللي هي تدخل في مجال الطريقة التجانية، تدخل في مجال التربية يعني العلمية، تدخل في مجال التربية الروحية إلى غير ذلك. نعم. إذا مثلا بغينا نعطيو غير البرنامج ديال المحراب ديال الزاوية التجانية، البرنامج ديالها كاين الوظيفة من بعد صلاة الصبح، كاين الحزب الراتب من بعد صلاة الصبح، وكاين قراءة قسم من التخميس ديال البوردة والهمزية والويترية وقصيدة وقصيدة أم هاني. نعم. الفقيه عنده مؤلف سميته التخميس. نعم. مخمس يعني الأبيات. ثم كاين قراءة حرف واحد الحرف من الحروف ديال طيب الفيح، هادشي كلشي الحصة الصباحية. نعم. من بعد صلاة الصبح. من بعد صلاة الصبح. ثم في الساعة في 11 ديال النهار كاين قراءة حزبين. جوج الحزاب أخرين. نعم. تتقرا واحد في الصباح تتقراو جوج في 11، ومن بعد صلاة العصر من بعد الوظيفة دائما تتقرا يعني تتقرا الحزب. من بعد صلاة العشاء صلاة المغرب تتقرا وظيفة أخرى، إذا كاين ثلاثة ديال الوظائف اللي كتقرا في الزاوية، وتيكون بعد منها كذلك التخميس تتقرا التخميس وكتقرا يعني طيب الفيح. هذه من المؤلفات ديال الفقيه اللي كانت وهذا يعني البرنامج اليومي كان عنده تأثير على الموريزين اللي كانوا كيجيو للزاوية خاصة منهم الشباب. ونذكر لكم هنا من جملة الناس اللي هما يعني تأثروا بهاد التربية هذه كان السي حمد أيطوارها اللي قال لي شفاويا يعني قالها لي بأنه يعني ترجع الفضل يعني التمكن ديالو من اللغة العربية من قراءة الحزب وقراءة التخميس يوميا والطيب الفيح إلى غير ذلك، لأن فيها واحد الثروة لغوية كبيرة جدا. كاين كذلك سيدي محمد بن المعطي اللي هو الصهر ديال سيدي حماد كذلك من الفقهاء والعلماء والشعراء. نعم. عنده خصائص كثيرة في مجال يعني الشيخ سيدي حمد التجاني ومدح الرسول وغير ذلك. كاين سيدي مولاي البشير اللي هو من العلماء يعني اللي هو الابن ديال سيدي حمد ومحمود. نعم. وسيدي سيدي البشير هذا من علماء مراكش راه معروف. نعم. على الصعيد يعني الوطني حتى على الصعيد الدولي وقبل حتى على الصعيد العالمي، معروف بالتاليف ديالو بالمجلس العلمي ديالو، وراه هو اللي الله يشافيه هو الان اللي هو الخطيب ديال المسجد ديال بن يوسف. نعم. وكاين معني هذه غير على سبيل يعني الاشاره على سبيل الاستشاره يعني يعني اشارات فقط. اذا سيدنا النظيفي رضي الله تعالى عنه الى جانب هذا كاين واحد الجانب اجتماعي اللي هو مهم جدا عند سيدنا النظيفي وهو مغفول كثيرا، وهو المواساة ديال الفقراء والمواساة ديال الذين لم ولهم. ونعطيك مثال، الوالده ديالي اللي هي شريفة إدريسية الأب ديالها كان خليفة في عهد
السلطان في عهد يعني القلاوي في أيام الحماية وقبض عليه، وبقات هذيك البنت بتضيع تما، فخداها واحد الخليفة اللي جا من بعده وجابها للزاوية. هذا نموذج الزاوية ديال القصور اللي هي وهي دركات الفقيه النظيفي، وهي اللي كانت تصب لي الحوايج ديالو ديال الفقيه النظيفي، وهي يعني كانت عرفت يعني كل الدقائق على الفقيه النظيفي، انسان زاهد، انسان يعني كيس، انسان لين، انسان يعني لا يكتب الكلام في يعني ما لا يرضي الله، من يعني الدار الخلوة ديالو في الزاوية، المحراب يصلي في أول الوقت، الوظيفة، ثم إلى ما يمكن أن يفيد به يعني الناس في هذا المجال هذا. إذن الزاوية ثم هذا نموذج، وعندنا الآن بقي واحد نموذج من لا مأوى له، من لا مأوى له. واحد السيدة الآن كتسمى دمبريكا راه عندها أكثر من 105 سنوات، وهي الآن باقي كتعيش تما، ونماذج أخرى كثيرة كانت يعني الزاوية كتأوي هاد الناس وكتدير هاد الإشعاع هذا في الجانب. كان من الجوانب اللي كانت يقوم بها الفقيه، هذه الرواية اللي حكى عليها سيدي محمد عمر هو الحفيد ديال الفقيه النظيفي. علاش نركزك على هاد المسائل؟ لأن البرنامج هو ذاكرة المدينة، نذكر ما هو غير موجود في المعسول ولا موجود في أي جانب آخر. جاء عنده واحد من المولدين، يعني شاف واحد من المولدين قاعد في الزاويه بزاف، قال اش كدير؟ قال لها شي بركه سير روج بها. شدها هذاك السيد دارها في جيبه وقال لها هذه الفقيه ديالتي، ارى لي باش نروج لك. اذا يعني الفقيه كان يعني منفتحا على مجاله. كان من المسائل اللي هي مهمه ومعروفه على الفقيه النظيفي انه كان تيشري الماء يعني المواد الغذائية، تيشري القمح ويشري الشعير في الصيف فاش تكون الصابة ويدخره حتى الوقت فاش كتكون يعني الشتوى تيكون، وتيطلع السوق تيخرج هو داك الشيء اللي خزن باش تيهبط السوق بالنسبة للفقراء وبالنسبة للأيت، ثم تيدبر للناس فين يسكنوا وفين كذا إلى غير اللي ما عندوش. ومن الميزات ديال الفقيه النظيف رحمه الله بالنسبة يعني للنساء ديالو، بالنسبة للبنات ديالو، تيختار لهم الفقيه الحافظ لكتاب الله. هنا من رواد ديال الزاويه تيجيو طلبات العلم، طلبات كيشوف شي واحد زعما تقول ليه واش مزوج، تيقول ليه مازال، تيقول ليه واش بغيتي تزوج، وشكون اللي كان تيقوم بهذه العمليه ديال السهر على يعني العرس وغير ذلك. عرس ديال الفقيه النظيفي من العرس البسيطه جدا، هو باتسي الجندي اللي تسمى تنسميوه سي يعني الحجام، حيت هو من عائلة القصور. إذن هو اللي كيقوم بهذه المهمة، وتيقول ذاك السيد واش أنت فتيهيئ له كل الوسائل، تيمشي للحمام، تيجيب العدل، تيكتب، تكذا، ويسكنه إكراما لكتاب الله، لأنه بناته كلهم يعني من الحافظات ديال كتاب الله، والزوجات ديالو، وأنا دركت اخر زوجه ديالو لالا كبيره اللي هي الام ديال لالا عائشه ولالا خديجه باقيه، لالا خديجه الان تتقرا القران وهي في سن متقدم جدا، تحت المصحف وتتقرا دائما القران. جميع يعني الزواج الزوجات ديال الفقيه النظيفي كانوا هكذا. هذا المجال ديال الفقيه النظيفي. الفقيه سيدي احمد النظيف رضي الله عنه من بعد ما يعني ما توفى الفقيه سنه 1366، وقبل من ذاك الشيء هو خدا يعني بالتدريج الامامه ديال الزاويه. هذه واحد الوثيقه هو كتبها بيديه، امرني والدي بالخروج في ثلاثه اوقات، المغرب والعشاء والصبح، بتاريخ 7 شوال سنه 1362، وامرني باضافه صلاه الظهر بتاريخ محرم 1364، ثم امرني بالصلوات الخمس جميعا في جمادي الثانيه 1365. فاصبح سيدي احمد رضي الله عنه ورحمه الله من يعني المكلفين بالزاويه، ومكلف بها يعني عن جداره وعن استحقاق. واللي انا شتو ولمستو الكتب ديال الفقيه، لا تجد كتاب غير محشى. نعم، يعني الكتب ديال سيدي احمد اللي عنده في الخزانه، لان انا عاشرت وخديت الطريقه في 1900
1984 وانا معاشرو وكنت ناخذ من عنده الكتب. نعم وكنت اصور وما اصور وكنت مجموعه وقصصات كثيره في داخل الكتاب. هذه القصصات تتناول جانب حكام تتناول الى غير ذلك. اذا بغينا نجمعوا دول القصصات راه غادي نديروا فيها مؤلفات الى غير ذلك. وكان يعني كثير القراءه كثير الذكر. واحد يعني الانسان اللي هو ملازم للزاويه ديالو قال لي بفمه هو رحمه الله بانه ملي عنده 12 سنه هو باه يعني حاول يعني يخليه في المنزل ما يخرج المخالطه ديال يعني لان الظرفيه اللي كانت ديك الساعه. فهو من لقى ملازم للسكن بقى ملازم المنزل ديالو وبقى ملازم لما كان الوالد ديالو كيوجه له. اولا احنا هو حافظ القران وحفظ القران كان في الدوزرو واحد المنطقة اللي هي الآن في يعني الحواز ديال مراكش. وكان كذلك في الزاوية ديال البحيرة وغير ذلك من الأماكن. وكان دائما ملازم يعني التوجيهات ديال الوالد ديالو رحمه الله. إذا سمحت يا سيدي عبد الله نرجعوا لعند السي أنور أصبان نرجعوا للزاوية الأم ديال المواسين إلى ممكن بعجلة تعطينا أسماء ديال المقدمين اللي دازوا السي أنور. إيه واخا إذا أولا بعد تأسست الزاوية يعني باش نضبطوا التواريخ تأسست الزاوية ديال تيجاني بحي المواسين سنة 1262 هجرية أي الموافق ل 1846. ثم يعني كانت هناك إضافة في الزاوية على الجهة اليسرى إلى دخلتي مع الباب على الجهة اليسرى سنة 1320 الموافق لسنة 1902. بالنسبة يعني الخلفاء هنا اسمح لي يعني قبل من ندوز الخلفاء يعني الحق ديال الفقيه محمد أكنسوس يعني الحق هذا وحده حلقات الحلقات كثيرة صح ولكن يعني لضيق الوقت يعني غادي نمروا. ولكن بالنسبة لهذا الفقيه هو اللي أعطى واحد الدفعة قوية لانتشار الطريقة في مدينة مراكش وفي الجنوب المغربي وفي المغرب بصفة عامة. على أي بعد وفاة ديال الفقيه غادي يخلفه الابن ديالو العربي الذي ولد سنة 1250 للهجرة 1804 الموافق ل 1834 وهو من الناس الذين كانوا مستغرقين في العبادة. طبعا قام بالزاوية أحسن قيام أجازه في تلقين الطريقة محمد العربي بن السايح وتوفي بالضبط في الساعة 9 نهارا من يوم الأربعاء 5 محرم 1351 للهجرة الموافق ل 1932 عن سن تقريبا يناهز 99 سنة. بعد ذلك خلفه ابنه يوسف الذي ولد سنة 1285 الموافق ل 1868 وتوفي سنة 1356 الموافق ل 1937 ميلادية. بعد ذلك خلفه ابنه أحمد في مراكش والسي أحمد راه معروف يعني كمن بين العلماء اللي يعني الفترة ديالهم قريبة لأنه لم يتوفى إلا في سنة 2002. إذا الولادة ديالو بعدها كانت في سنة 1328 الموافق لسنة 1910. كذلك قام بالزاوية بواحد الشكل كبير لأنه حتى هو كان من العلماء له يعني دراية كبيرة بالعلوم الشرعية وكذلك العلوم ديال الباطن. عنده إجازات يعني مختلفة من علماء ديال الوقت وكان كذلك يدرس في مدرسة بن يوسف وانخرط في سلك النظام سنة 1360 الموافق لسنة 1941 وكان كذلك عضوا في المجلس العلمي. طبعا بعد وفاة سيدي أحمد الابن ديالو سيدي يوسف هو الذي تولى الزاوية أطال الله في عمره الكنسوسي وباقي كيقوم بالزاوية على أكمل وجه. نعم سيدي عبد الله. نعم سيدي هي واحد الإضافة بالنسبة للزاوية القصور نضيف يعني من المقدمين اللي كان فيها هو سيدي الطيب.
نعم. المقدمين هو سيد الطيب الابن ديالو معروف ولا هو سيد البشير وهو أستاذ ويعني وصحفي ويعني عافاه الله وشفاه. ويعني سيد الطيب كان يعني مساعد ديال الأخ ديالو سيد أحمد في حالة ملي يغيب سيد أحمد يكون هو مكلف. وواحد التنبيه مهم جدا وهو أن الصلاة في الزاوية الأئمة اللي هما يعني تتسدوا المحرم كلهم تيعملوا مجانا لله، ما كاينش شي حاجه اللي هي كيتقضوا عليها الأجرة ديال في الزاوية. مثلا بالنسبه يعني الأئمة اللي كانوا كان سيدي احمد تنقول لي سيدي احمد الطالب يعني السائحي كان من الفقهاء اللي تيدرس القرآن، وهو درسني القرآن كان واحد البلاصه تيقول لها أقرام، هو ما كان يعني معزول وتيدرس فيه القرآن بالنسبه للأبناء ديال الزاوية كلهم. ومن الناس اللي كانوا أئمة ديال سميتو سيدي محمد بن المعطي رحمه الله اللي هو كان مكلف بصلاة المغرب، وكان سي عبد الله المصنف باك ديال المصنف اللي هو مؤسس يعني المدرسة السلفية، أول مؤسس للمدرسة السلفية في مراكش، كان كذلك هو مكلف بالدروس ديال الوعظ ومكلف ب يعني صلاة العشاء، يعني كان واحد النظام في الزاوية يعني ممتاز. وهذا السي عبد الله المصنف هو اللي كان تيدير الدروس ديال الوعظ، وفي شهر صفر تيبدا الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم، تا يكونوا من بعد الوظيفة تيطلع الفقيه المنبر تيجيو كلشي الموالدين تيجلسوا وتيتقرا يعني التخميس، قسم ديال الهمزية قسم ديال البوردة قسم ديال الوترية، وما بيناتهم كيكون واحد يعني واحد الدرس اللي هو تتقرا فيه هذيك الإرشادات الربانية ديال الشيخ سيدي أحمد التيجاني. نعم. إذن هذيك الإرشادات تتختم على سنوات. نعم. على سنوات لأنه كل سنة تتقرا واحد المجموعة ديال الأبيات خاصة هذيك الهمزية. نعم. إذن يعني نرجعوا للزاوية الكسوسية الله يجزاك بخير. نبقى نرجع أنا عند سي أنور، توقفوا عند التسلسل التاريخي ديال بقاتنا للأسف ثلاثة ديال الدقائق. وربما إلا تستحت الفرصة نديروا جزء ثاني لهذا الموضوع في حلقة أخرى بحول الله. التسلسل التاريخي ديال الزوايا التيجانية بمدينة مراكش بدءا بالزاوية الأم ديال تلمواسين بعجلة سي أنور. تليها في تأسيس الزاوية التيجانية ببريمة كما بريمة دونك الآن وثيقة أخرى إضافة إلى ما قاله السي عبد الله النظيفين لمن يعتبر. ثم الزاوية التيجانية بباب أحمر ثالثة، هذه ولكن التاريخ ديالها بالضبط غير محدد. غير اللي بدنا نقول بالنسبة لهذه الزاوية أن أغلب الرواد ديالها كانوا أو العفو الفقهاء الفقراء ديالها كانوا من العبيد، وعلى اعتبار أن باب أحمر نعم باب أحمر نعم. على اعتبار أن هذا الحي أصلا أنشئ كانوا فيه العبيد نعم لخدمة القصر. كذلك من باب أحمر الزاوية التيجانية بباب أيلان الذي أنشأه هو أحمد محمود بن محمد حنيني، كذلك التاريخ بالضبط غير موجود ولكن بناء على قرائن هي الزاوية الرابعة. ثم الزاوية الخامسة هي الزاوية التيجانية عبد الله بالقصور، ثم أخيرا الزاوية التيجانية بحي باب زكالة بالضبط الكزا بدرب بطويل، وتأسس سنة 1348 للهجرة الموافق ل 1929 ميلادية. يعني هذه وثيقة أخرى مع العلم أن كما قلنا أن هناك يعني زوايا أخرى وهي في الغالب هي تكون بعض الميسورين من فقراء الطريقة التيجانية كانوا يفتحون أبوابهم لدواء يتم يعني تستغل دورهم كأنها زاوية حتى يتوفى الشخص فتعود الملكية إلى الورد. في حدود دقيقة يعني الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزاوية الكسوسية راه كتعرف وجود المديح منذ 170 سنة. تيقول لنا سي عمر النشاط روايات عن سيدي محمد بن عبد السلام المؤذن السابق لجلالة الملك مع الحسن الثاني بان هذا الكلام اللي قال هذا موثق من عند هذا سي محمد بن عبد السلام، ولكن تيزيدنا واحد التوثيق اخر سيدي محمد المهدي اللي تيقول لنا بان الفقيه الكنسوسي
رحمه الله استقدم سيدي محمد البهلولي من مدينة فاس وزوجوا بنته على أساس باش ينشر فن السماع في مدينة مراكش وكان هو عليه الفضل الكبير في نصر هذا السماع لأن الغالب اللي كان في مراكش هو يعني المسمعين اللي كانوا في مراكش يقرأوا دلائل الخيرات وبعض المقاطع ديال الهمزية وديال البوردة وجاء سيدنا الفقيه الكسوسي رحمه الله هو اللي أسس هذا الجانب هذا وراهو باقي إلى الآن هذا السماع راهو نشيط في الزاوية على ذكر السماع ديال الزاوية يعني هذه دعوة من مقدم الزاوية ديال المواسين لكل المستمعين بأنهم يحضروا ويواكبوا الاحتفال الكبير اللي عادي تعرفوا الزوايا إن شاء الله يوم 29 في هذا الشهر هذا يعني يوم الثلاثاء يعني ليلة بادخة إن شاء الله ستقام احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم وخلالها ستتلى العديد والعديد من الأذكار ومن القصائد الشعرية ذات هذا النفس الروحي في التغني بمولده صلى الله عليه وسلم. ما بقاليش أعزائي وفي بالريما يوم نهار 9 يناير إن شاء الله بالريما. ما بقى لي إلا نشكركم على تلبيتكم لدعوة البرنامج. شكرا سي أنور أصبان الدكتور اللي قام بالبحث على الزوايا التجارية مدينة مراكش. شكرا للأستاذ سيدي عبد الله الناظفين. هذا أنس الملحوني في إعداد وتقديم كيحييكم لكم مني كل الحب. إلى اللقاء. الحومة القديمة حومة الرجال والنساء الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها. هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها. وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم.